السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل وألذ الأكلات طبعا الواحد يعملها في البيت الفراخ على الفحم. الفراخ على الفحم بتتبليها من بالليل لو هتشويها تاني يوم، أو تتبليها الصبح لو هتشويها آخر النهار، بحيث أنها تكون اتشربت من التتبيلة الحلوة بتاعت الشوي. لما بتعملي فراخك على الفحم في البيت بتضمني أن أنتي بتاكلي حاجة نظيفة، حاجة عارفة بالظبط هي إيه واتنظفت إزاي. وانت بتعملي الفراخ وبتشويها، اي بصل صغير عندنا بحاول احطه، طماطم تتحط، فلفل اخضر بيبقى من اجمل المشهيات اللي موجودة جنب الاكل. لو حابة تعملي طبق مشهيات اشوي شوية الخضروات دول. من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي لازم اجهزها لنفسي عشان اشوي، من اهم الاشياء طبعا منساش لازم براد الشاي. براد الشاي اهم والذ طعم للشاي هتدوقيه هو البراد اللي هيتحط بعد الفراخ على الفحم، ويقعد معايا بقى طول الليل كده اشرب منه براحتي، محتفظ بالسخونه بتاعته لان الفحم محتفظ بسخونته. طب يا ترى التتبيله بتاعتي بتاعت الفراخ شكلها ايه؟ ده اللي هنقوله في فيديو النهارده، وهتدعيلي لو جربتيها ولو اكلتيها. واتمنى يا رب الاكله تعجبكم وتنور رضاكم، ودعوه حلوه لو التتبيله نتج عنها فراخ جميله جدا، دعوة حلوة. وما تبخليش عليا بلايك للفيديو، تبخليش عليا باشتراك في القناة، ده يدعمني معنويا ويخلينا اتشجع ان انا اعمل فيديوهات تانية كتيرة. يلا بينا بقى كده ونشوف مع بعض طريقة التتبيلة. اهلا وسهلا بيكم، تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن الخلطة بتاعة تتبيلة الفراخ المشوية. الاول طبعا دي فرخة حوالي كيلو حاجة بسيطة، بتتقطع 8 اجزاء، غسلتها حلو جدا بالملح وبالدقيق وبالخل، وبعد ما اتغسلت واتقطعت 8 قطع، ولو عايزة تقطعيها اكتر من 8 قطع حتت اصغر يعني تبقى افضل برضو. بعد ما غسلتها ببدأ اجهز بقى الخلطة بتاعتي، نشوف مع بعض كده الخلطة بتاعتنا. اول حاجة بصلتي حوالي بصلة متوسطة، يعني بشرتها، دي بصلة متوسطة مبشورة هتكفي الفرخة اللي هي حوالي كيلو. نشوف بقى مقادير الخلطة كده مع بعض. اول حاجة هاخد تقريبا معلقة كبيرة اكل، او بالمعلقة الصغيرة دي معلقة وشوية عشان بس ميبقاش الملح كتير. يبقى دي كده نمرة واحد الملح، هاخد شوية صغيرة قوي كده ورق لورا، انا طحناه عندي، وبعدين برضو الحبهان انا مخليها مطحون كده سنه صغيره، حبهان بيدوا ريحه كويسه. المعايير اللي هي الاكتر شويه بقى الفلفل الاسود معلقه صغيره كده او نص معلقه، الكمون، البهارات. يبقى كده ملح وفلفل، كمون، بهارات، حبهان، ورق لورا. ايه الحاجتين المهمين جدا بقى اللي انا هحطهم دلوقتي؟ انا محتاج احط يا اما زبادي يا اما لبن. لو زبادي احط قد ايه، ولو لبن احط قد ايه؟ علب الزبادي بتاعت الشركات بتبقى صغيره قوي ما فيهاش معلقتين، حطيها كلها. لكن لو علبه زبادي من الزبادي البلدي حط نصها. مفيش زبادي باخد المعيار ده لبن، المعيار ده حوالي ربع كوباية، حوالي ربع كوباية لبن. طيب الناس اللي هتقول طب ليه اللبن؟ اللبن له تأثير خطير، انا الاول ما كنتش اعرفه في التتبيلة، فكانت الفراخ تنشف مني لما تلاقي الاطراف بتاعتها تتحمر وتنشف وكده. في ناس ما تحبهاش ناشفة، يعني تلاقي فيه فاقد منها كتير، الناس تاكل الطري وبعدين تلاقي بقية الطبق ناشف بيترمي. الزبادي او اللبن بيخلي الفرخة مهما استوت على الفحم هي طرية، مفيش حاجة فيها ناشفة او بتترمي. فانا بحط حوالي ربع كوباية اللبن دي. والحاجة بقى الاهم من كل ده هي معلقة العسل. معلقة العسل، اجيب بس معلقة ايه ناشفة كده للعسل. معلقة العسل بتديها طعم خطير جدا للتتبيلة، حتى ولو نص معلقة، يعني انا مش مخليها معلقة كاملة، ولو نص معلقة كده عسل ابيض. قلبي التتبيلة بتاعتك بقى دي كده كويس قوي.
بالشكل ده. بعد كده بمسك الفراخ بتاعتي وحتة حتة بدخل فيها التتبيلة حتة حتة، يعني ما بخليش مكان في الفرخة إلا ما أحط فيه التتبيلة بتاعتي، تشيل الجلد تحطي تحتيه، تزنقي في أي حتة مفتوحة، المهم خليلي كل جزء في الفرخة التتبيلة واصله له، يعني حتى تحت الجلد زي كده أي مكان أنا بحط فيه التتبيلة بتاعتي لغاية ما أخلص فرختي كلها، وبعد كده هرجع لكم تاني. بعد ما تبلت الفراخ كلها كل جزء فيها وصلته التتبيلة، بجيب كيس نايلون وببدأ ألم الفرخة بتاعتي كده جواه، دي كلها طبعا تتبيلة من الفرخة، تتبيلة الفراخ. الكيس بتاعي ده بقى بربطه كويس، ضم الفخة جواه كده وبربطه كويس. ليه ما بسيبهاش في طبق مثلا او في اي حاجة، انا بحب احطها في كيس نايلون كده واربطها وبيتها على رف التلاجة لغاية تاني يوم الصبح، وبعدين ابدأ اشويها. او لو انا عاملة بقى الشغلانة دي الصبح بدري عشان تتشوي مثلا على العصر تكون شربت التتبيلة، لكن لو جربت انك تتبليها قبلها بليلة بتبقى خرافة، طعمها بيبقى جميل جدا والله. ممكن حتى تتبل قبلها وتتشوي على طول، بس كل ما شربت من التتبيلة كل ما كان احسن. ضمتها جوه الكيس ده بقى ليلة على رف التلاجة، بتخلي كل جزئية في الفرخة تشرب من التتبيلة دي، يعني التتبيلة متوزعة عليها كلها، لكن لو انا حطها في طبق ممكن التتبيلة كلها ساقطة تحت، اللي فوق مش هتشرب بنفس الشكل بتاع القطع اللي ايه التحتانية كده. التتبيلة ضم الفرخة كلها على بعضها تتشرب منها براحتها. لما اجي اشوي بقى، الناس اللي بتحب قوي هي بتشوي تقعد طول ما هي بتشوي ماسكه المروحه دي او الهوايه وعماله تهوي على الفحم، وفرحانين ان الفحم طلع ولعه، فكان الولعه اللي طالعه من الفحم دي يعني هي يعني الطريقه الصحيحه اللي انا اشوي. بالعكس، انت لما تولعي الفحم قوي وتبقي فرحانه ان في ولعه طالعه منه بتحرقي الفرخه من بره، وتيجي تاكلي تلاقيها من جوه نيه، والمنظر اللي متعب بقى جدا لبعض الناس ممكن يقوموا من على الاكل ويسيبوا الفراخ. لو بياكل فرخه مشويه وبيفتح لقى جوه عند العظم مثلا لون احمر كده بقى دم، دي بقى بتبقى حاجه مقرفه جدا وتكسف الواحد لو في حد شاف حاجه زي كده. لكن عشان ده ما يحصلش الفحم هادي، يعني لو انا بشوي، انا بشوي دايما بره في الجنينه بره فيه هواء، لما الاقي فيه هواء ما هويش انا عليها خالص. لو بتشوي في بلكونه او بتشوي على السطح وفي هواء ما تهويش انت، ما تزوديش الايه الولعه بتاعت الفحم. هتقولي لي ده شكله مطفي، ده شكله مش مطلع حاجه، ما هو في الاول مش هتطلع اي دخان او اي ريحه، على ما يشتغل شويه ويبدا ريحه الشوي بقى والفحم يبدا يطلع دخان لما يبدا التنقيط بتاع الفراخ عليه. لكن النصيحه اللي انا بقولها بعد التتبيله اللي قبلها بيوم دي، اشوي على الفحم هادي، سيبيها تاخد وقتها، ما تستعجليش عليها عشان ما تبقاش من بره محروقه ومشويه قوي ومن جوه تلاقيها نيه، لا احنا عايزينها مستويه من بره ومن جوه وطعمها يبقى جميل. الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم، جربوها، وبعد ما تجربوها وتلاقوها لذيذه جدا وعجبتكم مش هقول لايك وشير للفيديو، لكن هقول ادعوا لي دعوه حلوه لو طريقه الشوي دي عجبتكم. ودلوقتي هدخلها جوه الثلاجه وبعد كده نشويها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه كتيره.